النهاردة هتكلم على التريجونومتريك فانكشن اللي هما ساين والكوزاين والتان والكوتان والسك والكوزك. بدأ في البداية كده هنرسم الايه الاكسيس اكس اكسس واي اكسس، وجيب سيركل ارسم سيركل بس يونت ايه سيركل، يونت سيركل دي يعني الراديوس كام 1 سنتيمتر، وهرسمها ان ذا ستاندرد ايه بوزيشن. يعني ايه ستاندرد بوزيشن؟ يعني هجيب السيركل دي كده واحط السنتر على الايه على الفيرتكس، يبقى ده سيركل يونت سيركل ان ذا ستاندرد بوزيشن. يعني يونت سيركل يعني الريدياس بكام؟ الريدياس بتساوي 1. وهرسم دايركتد انجل برضه ان ذا ستاندرد بوزيشن. ادي الانيشال سايت وادي التيرمينال سايت، وهسمي الانجل سيتا، وعايز اجيب الساين والكوزاين والتان والكوتان. طبعا هنا قطع فين؟ عند النقطة دي، هسميها ايه؟ النقطة دي اكس وواي عشان هي مش معروفة. طيب تعالى نشوف فين الاكس وفين الواي، المسافة دي الاكس ولا الواي؟ برافو عليك، المسافة دي هي الواي، المسافة دي الايه؟ واي. والمسافة التانية دي هي الايه؟ الاكس. يبقى المسافة الزرقاء دي اسمها واي، المسافة الحمراء دي هنسميها ايه؟ اكس. حلو كده. وطبعا ده الايه؟ ده الراديوس الاخضر ده، ده الايه؟ الراديوس. وطوله قد ايه؟ طوله 1 سنتيمتر. 1 ايه؟ سنتيمتر. لو انا عايز اجيب ساين سيتا، ساين سيتا هتساوي ايه؟ هتساوي الاوبوزيت على الهايبوتنس، الاوبوزيت اللي هو واي والهايبوتنس 1، يبقى واي اوفر 1 يعني بتساوي واي. والكوزاين سيتا بتساوي ايه؟ ادجسنت على هايبوتنس يعني اكس على 1 يعني تساوي كام؟ اكس. فبالتالي يبقى انا لو انا عندي ستاند انجل ان ذا ستاندرد بوزيشن ويونت سيركل ان ذا ستاندرد بوزيشن انترسكت تيرمينال سايد انترسكت زينت سيركل ات اكس وواي، يصبح الساين ها تصبح الساين هي الايه؟ هي الواي، وتصبح الكوزين هي الايه؟ الاكس. امال فين التان؟ التان هتساوي الاوبوزيت على الادجسنت، الاوبوزيت يعني واي على الادجسنت اللي هو ايه؟ اكس. فبالتالي الساين هيبقى والكوزين هيبقى والتان هيبقى ايه؟ تعال نشوف كده بالالوان، الساين هتساوي الحته الزرقاء دي اللي هي الواي، يبقى الازرق دون هو الساين، اما الكوزين اللي بالاحمر ده هو ده. لما تقسم الساين على الكوزين او الاحمر على الازرق يديك الايه؟ يديك كده التاني. في ايه العلاقه بين الساين والكوزاين والتان والكوتان والاكس والواي؟ اللي بيربط كل ده الاكس والواي، اكس والايه؟ يبقى الساين بتساوي واي، الكوزاين بتساوي اكس، التان بتساوي واي على ايه؟ واي على اكس. ايه العلاقه بين الاكس والواي بقى؟ قال لك الاكس سكوير بلس واي سكوير يساوي الهايبوتنس سكوير اللي هي بتساوي كام؟ 1. فبالتالي انا كده عندي لما يكون في انترسكشن بين التيرمينال سايد واليونت سيركل ان ذا ستاندرد بوزيشن، في الحالات دي الاكس هي الايه؟ الاكس هي الكوزاين والواي هي الساين، واكس سكوير بلس واي سكوير بتساوي كام؟ بتساوي 1. تعالى نستخدم الكلام ده في حل الايه؟ المسائل. عندي هنا اكزامبل بيقول لي ايه؟ find all trigonometric function.
ساين وكوزاين وتان وكوتان وسيك وكوزيك اوف سيتا ويتش درون ان ذا ستاندرد بوزيشن. زي ما اتفقنا ستاندرد بوزيشن تيرمينال سايد انترسكت صح يعني السيركل لو زي ما اتفقنا. وبعدين الاكس البوينت ايه كام وكام 3 يبقى الاكس هتساوي نمبر 1 اكس هتساوي 3 اوفر 5 والواي هتساوي 4 اوفر 5 وانا عايز اجيب الساين. الساين بتساوي ايه؟ ساين سيتا هتساوي الاكس ولا الواي؟ الواي. الواي بتساوي كام؟ 4 اوفر 5. طب الكوزاين هتساوي كام؟ هتساوي الاكس، اكس اللي هي كام؟ 3 اوفر 5. طب التان، التان اللي هي كام؟ التان اللي هي ساين على كوزاين يعني واي على اكس، تقسم واي على اكس تروح 5 مع 5 يتفضل 4 اوفر 3. طب الكوتان سهله تقلب الايه التان تبقى 3 اوفر 4. طب السك، السك بتقلب الكوزاين يبقى كام؟ بدل ما 3 اوفر 5 تبقى 5 اوفر 3. طب عايز الايه الكوزيك، الكوزيك دي بتقلب الايه تقلب الساين بدل ما 4 اوفر 5 تبقى 5 اوفر 4. دي نمبر ايه؟ نمبر 1. دي نمبر 1 كلام جميل. دي نمبر 1 ناخدها كده على جنب كده يبقى اصبحت دي نمبر ايه 1. نيجي النمبر ايه نمبر 2. نمبر 2 ها فين نمبر 2؟ نمبر 2 بيقول الـ A بنيجاتيف 1 و0، الـ A بنيجاتيف 1 و0 يعني الـ X بنيجاتيف 1 والـ Y بـ0 يعني الساين سيتا هتساوي الـ Y يعني 0 والكوزين سيتا هتساوي الـ X يعني نيجاتيف 1 والتان سيتا، تان سيتا يعني الساين على الكوساين يعني 0 اوفر نيجاتيف 1 يعني ايه بزيرو. نيجي للايه للكوتان، كوتان عكس الايه التان فديا 0 اوفر 1 1 اوفر 0 يبقى undefined. نيجي للايه السك، السك دي عكس الايه السك سيتا دي عكس الكوزاين نيجاتيف 1 برضه تقلب تبقى نيجاتيف 1 تمام كده. نيجي للايه للكوزيك، كوزيك ده عكس ايه عكس الساين تقلب الزيرو برضه تبقى undefined. يبقى هي undefined الكوزيك والايه والكوتان. طيب ناخد دول برضه كده دي نمبر ايه 2. دي نمبر ايه؟ نمبر 2. نيجي النمبر 3. نمبر 3 بتقول مديك حاجتين، ايه الحاجتين دول؟ قال لك الاكس بنيجاتيف هاف والواي معرفهاش بس الواي اكبر من زيرو يعني بوزيتيف. واي يعني ايه؟ بوزيتيف. تعال بقى عايز اجيب قيمة الواي، جيب قيمة الواي ازاي؟ من خلال اكس سكوير بلس واي سكوير هتساوي 1. اكس سكوير يعني سكوير الهاف تبقى 1 اوفر 4. واي سكوير معرفهاش هتساوي كام؟ 1.
الواي سكوير بتساوي 1 ماينس كوارتر يبقى 3 اوفر 4. يبقى الواي بتساوي في بوزيتيف وفي نيجاتيف، هناخد بوزيتيف والنيجاتيف البوزيتيف لانه قال لي واي اكبر من 0، فتبقى كام؟ روت 3 روت 3 على روت 4 بكام؟ ب2. هناخد الايه؟ البوزيتيف عشان ده الواي قال لي ايه؟ بوزيتيف نمبر. بكده بقى احنا عندنا نقدر نجيب برضو الساين والكوزاين والتان والايه؟ والكوتان. الساين هتساوي ايه؟ الساين بتساوي الواي اللي هي روت 3 اوفر 2. كوزاين بكام؟ اكس، اكس اللي هي كام؟ 1 اوفر 2 بالنيجاتيف. التان هتساوي كام؟ هنقسم الايه؟ الواي على الاكس او الساين على الكوزاين، فتروح التو مع التو تفضل نيجاتيف روت 3 اوفر اي 1 يعني نيجاتيف روت 3، وهكذا الكوتان مقلوب التان والسك مقلوب الكوزيك كوزاين والسك مقلوب الايه؟ الساين. يبقى احنا كده جبنا الايه؟ جبنا كل تريجونوميتريك ايه؟ فانكشن. ده كلام ايه؟ جميل. نيجي لنمبر 3. نمبر 3 هنا اكس ونيجاتيف اكس، اكس ونيجاتيف ايه؟ او نيجاتيف اكس واكس، نيجاتيف اكس واكس. المفروض ان سكوير ده بلس ده سكوير يعني اكس سكوير طبعا نيجاتيف واحد بلس اكس سكوير تساوي نيجاتيف 1، فبالتالي بقى بتساوي نيجاتيف سوري ايكوال 1، فبالتالي بقى 2x سكوير بتساوي كام؟ بتساوي 1، يعني x سكوير بتساوي هاف، يعني x بتساوي positive or negative 1 over 2، 1 over root ال 1 بكام؟ root ال 1 ب 1، root ال 2 بروت 2. هناخد positive or negative هو لأن x أكبر من 0، فبالتالي يبقى بتساوي كام؟ بوزيتيف، هناخد البوزيتيف بس، ويصبح عندي نيجاتيف 1 اوفر روت 2 ده الاكس والواي يعني، و1 اوفر روت 2 بس واحده بوزيتيف واحده ايه؟ نيجاتيف. عايز الساين بقى، خلاص بقى الساين يبقى دون، والكوزاين هيبقى ده، التان هقسم ده على ده يطلع نيجاتيف 1، والامور سهله ايه بعد كده؟ يبقى احنا كده خدنا مثال عام يلم لي كل الايه؟ المنهج. لو وصلت لغايه المرحله دي علق الفيديو، بس تنساش تدوس لايك وتعمل شير وتعمل سبسكرايب للايه؟ للقناه. لما ادوي او كده نقول لك السلام عليكم. دول لغات الأفكار دي تلم بشكل عام إيه؟ الدرس، يبقى أنت إيه؟ عندك الموضوع بشكل إيه؟ متميز. والسلام عليكم.